وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي ضيفي الكريم. بعد التحية، كيف تابعت زيارة ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة والعديد من الملفات التي تم بحثها بين الطرفين؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. مصر والسعودية بالتأكيد هم قطبي الأمة العربية، نتحدث عن علاقات متينة وراسخة في التاريخ، وأيضا بتشهد تنامي ملحوظ طوال الوقت، وأيضا ما يحدث الآن من تطوير في هذه العلاقات على الصعيد الاقتصادي بالتحديد، وأيضا التشاور السياسي والتعاون الأمني والعسكري وغيرها من المجالات، بينبئ أيضا بمستقبل باهر يجمع ما بين القاهرة والرياض. نتحدث عن زيارة في غاية الأهمية لولي العهد السعودي في توقيت بالغ الأهمية، توقيت بتشهد في المنطقة العربية الكثير من تبعات التغيرات الدولية والإقليمية، وبالتالي التشاور ما بين مصر والسعودية أمر في غاية الأهمية لترتيب المواقف لإيجاد وتنسيق المواقف المشتركة، خاصة قبل القمة التي تستضيفها السعودية في الأيام القادمة التي تجمع طبعا مجلس التعاون الخليجي مع مصر والعراق والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تشاور في غاية الأهمية وفي وقت بالغ الأهمية أيضا. يعني هناك أيضا إعلاء لقيمة الأمن القومي العربي بمجدها دائما حاضرة في يعني القمة المصرية السعودية، خصوصا أن هذه المهمة مهمة عربية ومهمة توليها الدولة المصرية أهمية كبيرة جدا. هناك إيمان راسخ لدى القيادة السياسية المصرية بأن الأمن القومي المصري متصل بالأمن القومي العربي، والأمن القومي العربي الآن ربما يشهد عدد من التحديات على صعيد الأمن الغذائي، على صعيد أمن الطاقة، على صعيد أمن الملاحة وغيرها من مفردات الأمن القومي، وبالتالي على الصعيد الإقليمي فهذه الزيارة في غاية الأهمية. على الصعيد الثنائي فنحن نتحدث عن زيارة عزيزة مدى التعاون الاقتصادي بشكل ملحوظ، بنتكلم على 14 اتفاقية جديدة انضمت للمحفظة الاستثمارية المصرية السعودية، بنتكلم على أكثر أو ما يقرب من 8 مليار دولار هي حصيلة هذه الاتفاقيات، ليصل يعني أو هو كان في السابق بنتكلم على 110 مليار ريال سعودي حجم الاستثمارات في الداخل المصري، إذا اليوم أيضا نضيف 30 مليار ريال سعودي. إذا هناك الآن أرقام بتؤكد أن العلاقات السياسية وجودتها بتنطبع أيضا على العلاقات الاقتصادية، هذا طبعا بجانب التبادل التجاري الذي يعني يشهد أيضا نمو، بنتكلم على أكثر من 48 مليار يعني دولار حجم التبادل التجاري، بنتكلم أيضا على تعاون على صعيد الصندوق الاستثماري السعودي والصندوق السيادي المصري بقيمة 10 مليار دولار. إذا أرقام عندما نرصدها ونتحدث من خلالها يعني تؤكد لنا أن هناك علاقات متميزة واستثنائية ما بين القاهرة والرياض تنطبع على العلاقات الاقتصادية التي تدفع للمزيد من التعاون، أيضا على الصعيد حتى مواجهة التحديات والاستعداد لمجابهة أي من المخاطر والمهددات، والتعاون في مجال الأمن والعسكري. منذ أيام قليلة كنا نشهد التدريب الجوي فيصل 12، كنا نشهد أيضا التدريب البحري موج البحر 5. إذا على كافة الأصعدة هناك زخم كبير جدا 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 في العلاقات المصرية السعودية، يطفي بظلاله الإيجابية مش بس على القاهرة والرياض ولكن على المحيط الإقليمي. حينما تكون العلاقات ما بين مصر والسعودية راسخة ومستقرة ومتنامية، هذا بينطبع بشكل إيجابي على الأمن القومي العربي وعلى الاستقرار في المنطقة وعلى تطوير العمل العربي بشكل عام. الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.